السلام عليكم، معكم عبد السلام الفرسم، تعاونية الفرسم المصنوعات النباتية. هي السمية ديالها عندها جد الأسماء، عندها الدوم وعندها العزف. احنا هنا في المنطقة ديال فحص أنجرة، أنا الأصل ديالي من مدينة الداهر الجميلة، وحنا دخلنا ندى الصناعة هذه ديال العزف، دخلنا نعدلوا الشاشية والقفة والطباق. دابا ولله الحمد هذه من 2017 لهنا طورنا المنتوج، ولله الحمد كل شيء باين بلا ما مشينا. يعني نسير كاين السيكان ديال البحر، كاين السيكان ديال الخروج، كاين القفات، كاين جميع الديكورات. الشواشي عاود كذلك متنوعين، الطبقة عاود كاين متنوعين، كاين الكارتيراج، كاين جميع المنتوج. وحنا دخلنا ندى الصناعة هذه باش ما تقاردش، ونعلموا الأجيال اللي ما جا من مورانا. وما حنا دابا يعني الانسان ما اللي بلغ عنش واحد السن، يعني الحمد لله، يعني نتمنى ان الشباب يتعلموا ذا الحرفه هذه باش ما تقاردش. وراه ذا الحرفه هذه راه مهمه، هذه صنعه بلادي فيها رزق لولادي. يعني اي صانع اللي عنده شي حرفه عنده فيها رزق لولادو، وبلا صناعه راه ما يكون والو. المغرب الحبيب بيطلع تلعب الصناعه، وإلا ما كانش الصانع التقليدي راه ما تكونش داك الدار، حتى داك الكامه، داك الانسان اللي ينعش في ظهره، وداك المرفا، وداك البترينه. وإلا ما كانش الصانع راه ما تكونش، بلا صانع راه ما يكونش يعني، فهمتي. وحنا دخلنا عند الحرفه هذه باش نمثلوا عروسة الشمال. هي مدينة طنجة الجميلة ومدينة تطوان حمامة البيضاء، وفحص أنجرة هو اللي مشهور بالمنتوج المحلي اليداوي بالمنديل اللي عنده الأصل ديالو من الأندلس. دخلوا تطوان، المنديل ديال تطوان راه معروف، ديال ولا يستخدم فحص أنجرة، هو رقم واحد في المنديل ولا في الشاشية. ولله الحمد الشاشية دابا ديال فحص الأنجرة راه تصدرت في المغرب كامل، يعني تسمى حتى الزواق بالنوارة ديالها. ها هي فين هي؟ هذه هي الشاشية، هذه عندها شي واحد اللمسة على صاعد الجهات المملكة. فما مشيت تتجبر هذه إلى حتى في الصحراء الحبيبة في قلميم، راه بلغتها عند الشاشية هذه ديال تطوان. ونتمناو الساكنة ديال مدينة طنجة يجروا المعرض، والجالية وإلا جات لخصنا شوية ديال الإعلام ديال المعرض، باش الصانع التقليدي راه جا لهنا يلا باش يبيع المنتوج ديالو. حيت اي صانع راه ماشي خدام بوحدو، راه الاخر ما في الصانع راه معاه ثلاثه د الناس، اربعه د الناس، حتى عشره د الناس خدامين معاه. وراه الا ما تسوقش المنتوج مع الظروف دابا ديال الغلاء المعيشه، راه الشعب المغربي راه مقصح من ناحيه ديال المعيشه، والبديل ما كاينش. نتمنوا الله ربي يلطف، والمغرب الحبيب راه محفوظ من طنجة إلى حتى القويرة. الصناعة التقليدية نشكرهم على هذه المبادرة ديال المعارض اللي يديرونا المعارض، ونتمناو هذه رسالة من عند التعاونيات، من جميع التعاونيات راه اللي يطلبوا الجهة ديال طنجة خصها تعمل لهم المعارض، كتلة دير المعارض الجهة. دابا هذه مقبل كورونا ما عدلت ناسي المعارض، عدلت واحد جود المعارض صغارين. نتمنوا من الله الجهه يشوفوا بعين الاعتبار من التعاونيات يديرونا المعارض، يعني الجهات يديروها في طنجه ولا في تطوان ولا يديروها في اي مكان، حيت المعارض ديال الجهه عاود حتى هما مهمين. ولا نشكروا
الغرفة ديال الصناعة التقليدية ديال طنجة ديال جهة طنجة تطوان الحشيمة. ولا نشكر من لهنا من دن من البار حتى الجهة الشرقية ولله الحمد عندها التي تستدعيني في المعارض ديالها. الحمد لله المنتوج اللي يشرف يعني الجهات ولله الحمد نخدمه بالنية ديالنا ونخدمه من قلبنا بس نخرجه يعني المنتوج بالجودة عالية. وشكرا لكم، نتمنى لله مجددا الناس ديال طنجة يزوروا المعرض في راس المصلى. راه المعرض راه فيه جميع المنتوجات المحلية. وشكرا لكم.